شكرا سيد الرئيس. لا انا غير بغيت نوضح واحد المساله هي بسيطه ولكن اساسيه. فسلموا سلموا بعدا وساليو وتذكروا. ايوا حنا كنخدموا ما كيسلم دابا حنا رانا كنخدموا. حنا قلنا اودي المكتب عنده واحد المهمه لا ايوا كيتسالموا وتذكروا. انا قلنا عنده واحد السيد الرئيس اعتذر عنده واحد المسؤوليه ماشي غير صندوق بريد. عندنا واحد الشرطان مهمان وهو ان يكون الموضوع طارئا وعاما وهذا من حق المكتب ان ياخذ القرار. إيه. شكرا سيد الرئيس. مالك سيد الرئيس؟ سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس عافاك عافاك هادشي رانا جاي ليه هادشي جاي ليه. احنا ما بغيناش توضيح الواضحات من المفضيحات. الشروط معروفه. بلاتي نكمل اسيدي. الشروط معروفه خاص يكون استعجال ديال الموضوع ويكون عام وطارئ. هذا خصها تحقق هذه الشروط. ملي كتحقق كنصيفطوها، ملي كتكون سميتو كنطلبوا من الفريق يعاود يعدل السؤال ديالو ماشي كنلوحوه. هذا هو المفهوم. زيد السيد الرئيس. فيما يخص هذه الماده 152 من النظام الداخلي اللي في الواقع منذ البدايه كيكون فيها نقاشات فيما يخص هذه النقطه بالضبط. ونتمنى المكتب انا نتمنى كاغلبيه انا كنهضر كاغلبيه نتمنى على ان هذه الاسئله المطروحه في اطار الماده 152 داخله في اختصاص البرلمان في مراقبه الحكومه. هذا دوره هذا دور البرلمان. نتمنى على ان حكومتنا تلقى حل لهذا الموضوع ونتمنى المكتب المجلس يحقق حل لهذا الموضوع. ماشي كل خطره نتصنتوا لهذه المواضيع بحال نحن الاغلبيه ضد هذه الفكره. حنا معاكم في هذه الفكره ان الماده 152 خلق لها حل. كل نهار كنجيو كنلقاو نقطه نظام الماده كذا الماده كذا الماده كذا وحنا بقى قاعدين في الاغلبيه دايرين في يدينا. اسمحوا لي لابد ان نجد حلا لهذا الموضوع. سيد الرئيس انا كنستمعت لكم بإيمان. الماده 152 كاينه في عندنا منظمه خص الشروط ديالها وخص التجاوب ديال الحكومه. هادشي بدلوا هادشي رجعوا لذاك الشيء ديال اخذ الكلمه في اول الجلسه ديال بكري. رجعوا لي وديروا في القانون ونمشيو فيه. غنزيدوا سيدي السؤال الاول عن تشجيع المبادره